صالح بن طارف في الصغر ديالو غادي يمشي للمشرق وبالضبط للعراق، غادي يمشي تما لطلب بالعلم، وغادي يقرا وغادي يحفظ تماك القران والتفسير وكذلك علوم اخرى مثل علوم التنجيم والفلك قبل ان يعود الى قومه. وهذا الشيء راه ما جبدناش من راسنا، بل رواه ابن حوقل صاحب كتاب سوره الارض. هذا ابن حوقل هو اقرب مصدر لاماره بورغواطه، واقرب من غادي يعطينا تاريخ مدقق على صالح بن طارف المدغاري. علاش؟ لانه في سنه 340 للهجره كان عايش في سجل ماسة ايام حكم الامير شاكر الله اللي دوينا عليه في الحلقه الخاصه ديال الادارس. هذا ابن حوقل كان في سجل ماسة سنه 340 للهجره، بمعنى انه اقرب واحد عاش في الفتره القريبه جدا من بورغواطه. يعني الناس اللي غادي يعودوا ليه ربما كانوا معاصرين فتره حكم بورغواطه وعندهم عليها معلومات مهمه، كما ان بورغواطه ما سقطت حتى لسنه 1058 ميلاديه الموافق تقريبا لسنه 450 للهجره. بمعنى ان ابن حوقل لما كان في المغرب كانت اماره بورغواطه مازال ما سقطت. فشنو كيقول لنا ابن حوقل؟ كان بربريه الاصل، يقصد هنا صالح بن طارف، كان بربريه الاصل مغربي المولد مضطلعا بلغة البربر يفهم غير اللسان من ألسنتهم، بمعنى كان كيعرف جميع اللهجات الأمازيغية، كان كيعرف تاسوسيت وتاريفيت وتزاينيت وحتى الحسانية. فدعاهم إلى الإيمان به وذكر أنه نبي ورسول مبعوث إليهم بلغتهم، وأحتج بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كما أنه قال وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق عربي اللسان مبعوث إلى قومه وإلى العرب خاصة، وأنه صادق فيما أتى به من القرآن والأحكام، وإياه أرضى الله عز وجل بقوله، هنا عاوتاني كيتحدث على نفسه على صالح، وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر، ووعدهم غير كسوف فوجدوه، وأنذرهم غير شيء فأدركوه وأصابوه على حكايته، فأفسد عقولهم وبدل معارفهم وافترض عليهم طاعته في سنن ابتدعها وأحوال فرضها واخترعها. هادشي اللي كيقول ابن حوقل في كتاب سورة الأرض. شنو كنستنتجو من هاد القصة اللي ربما كتبقى صورة تقريبية لا يعلم بحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى؟ كيقول ابن حوقل أن صالح لما رجع من المشرق كان مثقف بزاف، كانوا عنده علوم مختلفة، كان كيفهم لغات ولهجات كثيرة. هادشي كله ماشي مهم، المهم هو منين قال ذكر أنه نبي واحتج بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما يعني أنه كان مسلم وكي آمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر أن أبو طريف المدغاري كان مسلما وكان أول من حاول فتح الأندلس بغية نشر الإسلام فيها. واش في نظركم واحد الإنسان مسلم غادي يجي غادي يكذب على الناس وغادي يقول لهم باللي أنا نبي؟ حاجة أخرى، واش مبانش لكم أن صالح بن طارف ربما حاول أنه فقط يبسط للناس الدين ديالهم، حاول أنه يترجم القرآن الكريم الأمازيغية باش يفهموه الناس مثلا اللي كانوا مقارنش وما كيعرفوش العربية، لأن اللغة الرسمية آنذاك هي الأمازيغية، حتى واحد ما كان كيعرف العربية إلى وقت متأخر. والدليل أن أبو صالح زمور من خلال القصة اللي تكلم لنا عليها البكري في الكتاب ديال المغرب في ذكرى بلاد إفريقيا والمغرب، كيقول أن أبو صالح زمور لما كان كيعاود للخليفة الأموي على قصة مؤسس بورغواطة كان معه مترجم اللي سميته أبو موسى عيسى بن داود، وهذا الشيء راه مذكور في هذا الكتاب اللي ذكرته لكم دابا في الصفحة 136 إلى الصفحة 141. حاجة أخرى، واش ما لاحظتوش باللي نفس الحاجة اللي دارها المهدي بن تومرت هي نفسها هذه اللي دار صالح بن طارف من خلال توجه القبيلة أمازيغية بعيدة، قال لهم أنا المهدي المنتظر تبعوني ولا غيوقع لكم كذا وكذا. وخا أن هذا الشيء كله كيبقى قصص تروى خصوصا على بورغواطة اللي ربما يكون كل ما قيل عليها تزوير للحقائق والله أعلم.